هذا البرنامج برعاية حنكونوا معاكم في متابعة الجزء الثاني من حلقة موال السلعة بسعرين أو سعر السلعة بسعرين سعر نقدي وسعر إلكتروني، اللي حنحكوا فيها بتفاصيل أكثر مع ضيوف اليوم في الاستوديو الأستاذ جمعة علي الرقاص مراقب الاقتصاد بنغازي، وعبر الهاتف المقدم توفيق الورفلي مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي. وأيضا حتكون معنا والدة أحد الحالات المتضررة من حالة ارتفاع الأسعار، خاصة أن بنتها مصابة بمرض حساسية النعمة، إلى جانب لقاءات مسجلة مع رئيس مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ورئيس صندوق غرفة التجارة والصناعة بنغازي. إن شاء الله حيكون لها تأثير مباشر في موضوع حلقتنا اليوم، واللي شاركنا فيه حتى رأي الدين في هذا الموضوع. لكن في البداية مشاهدينا خلونا مع أولى فقراتنا وهي فقرة من البلديات. بداية أخبارنا من الخمس، حيث انطلقت اليومين الماضيين فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول للاستثمار والتنمية في البلدية بحضور عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ونخبة من المهتمين بالشأن الاقتصادي. هذا وشارك في الفعاليات أيضا عدة جهات من خارج المدينة لوضع عدد من الخطط لتحليل الوضع الاقتصادي للبلاد. وإلى الساحل، حيث أكد مدير مكتب التضامن بالبلدية السيد موسى الطيب بأن المكتب استأنف العمل في توزيع عدد 2000 حفاظة على الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن قام في الفترة السابقة بتوزيع مقاعد متحركة وغيرها من الاحتياجات لكبار السن وأصحاب الإعاقات بالمناطق الواقعة شرق البلدية. والآن مشاهدينا ننتقل إلى موضوع حلقتنا، في البداية مع فقرة تقرير ميداني. أزمة السيولة والظروف الاقتصادية اللي تضغط على كاهل المواطن الليبي أثرت في نمط حياة الناس، لدرجة أن في بعض الأهالي رفض أن يدرس أبناء السنة هذه في المدارس لأن ما يقدرش يتحمل مصاريف الدراسة، مصاريف الكشاكيل، مصاريف حتى الأدوات المكتبية، فمن بالك بالأكل والشرب. موضوع السيولة ومشاهدينا وتكاثر سعر السلعة الواحدة فتح باب الملايين للتجار الكبار، ملايين الدولارات للتجار الكبار، وترك المواطنين مع الفتات. توجهنا في تغطيتنا لهذا الموضوع إلى رئيس مجلس الإدارة لمصرف التجارة والتنمية، وهو أول المصارف الذي فتح الباب للدفع الإلكتروني غاية منه لحلحلة أزمة السيولة ومساعدة الناس في قضاء حاجياتهم وشراء موادهم الأساسية. ولكن عدم اكتمال الدورة المالية وعدم دعم مصرف ليبيا المركزي فتح الباب للمستغلين والانتهازيين وتجار الحروب. مشاهدينا، نحن في يوم الثاني ونحن نصوره في هذا التقرير، نبي نسأل توا مصرف التجارة والتنمية سبب المشكلة ان الدورة الإلكترونية المالية ليش مش مستمرة، يعني ليش ما يتمش دعم التاجر، شنو الخلل هنا بالضبط؟ فنحاولوا نحن نديروا لقاء هنا مع مدير المصرف او رئيس مجلس الإدارة او المسؤول على منظومة الإدفاع لي. Thank you.
معنا مشاهدينا أستاذ جمال الطيب عبد الملك، وهو رئيس مجلس إدارة لمصرف التجارة والتنمية. نبي نحكي معه اليوم عن الدورة الإلكترونية المالية، ليش مش مكتملة بالنسبة لعلاقة المصارف مع التجار، وكذلك شنو الحل البديل اللي ممكن احنا نديره عشان نساعد المواطن في مشكلة السيولة. الدفع الإلكتروني هو ظاهرة حضرية طبعا، المفروض يحل محل النقد أو الكاش. للأسف مجتمعنا مجتمع ورقي، مجتمع نقدي، ولابد من أن تلعب الجهات كثيرة عديدة دور التفهيم أو التثقيف، من ضمنها قناتكم والقنوات الأخرى تبذل مجهود كبير لتوعية المواطن، لأن الدفع الإلكتروني مهم جدا جدا، وأصبح الآن ينتشر في كل أنحاء العالم، ما يسمى بالديجيتال بانك. الديجيتال بانك اللي هو الدفع الإلكتروني، كل شيء يتم إلكترونيا، ما عادش في ورق، الورق كله ينتهي، حتى الإيصال، الصك المصدق، الصكوك الورقية كلها تبدأ إلكترونية. نحن فكرنا لما كانت مشكلة السيولة، فكرنا أن نحن نجيب دفع جديد، وسيلة جديدة للدفع، وفعلا نجحنا في إعداد منظومة. هذه المنظومة تكلف فينا مبالغ رهيبة، لأنها مربوطة بمبرمجين خارج ليبيا وشركات خارج ليبيا تدير لنا في الدعم والاتصالات. طبعا احنا مش معتمدين على الاتصالات المحلية، احنا رابطين بالقمر الصناعي، وبالتالي انطلقنا بهذه الخدمة، وانطلقت متواضعة في شهر 8 في 2016، والآن وصلت إلى مبيعاتنا إلى 460 مليون. فوفرنا هذه المبيعات، وعندنا جميع القطاعات، عندنا المواد الغذائية، عندنا الصيدليات، عندنا خدمات، شركات السفر. شركة الآن يستطيع المواطن يحجز تذاكر سفر لتونس ولا مصر ولا أي مكان بدفع لي. المشكلة اللي أثرتها حضرتك وتثار من الناس، يعني ليش في سعرين الآن لما تدخل السوق؟ يقول لك سعر كاش وسعر نقدي، أو قصدي سعر صك، أو سعر ادفع لي، أو أي طريقة دفع إلكتروني. هذه بدعة ابتدعوها للأسف التجار وأغلبهم، ويزيدوا في الأسعار حسب ما نسمعوا إلى 30-40%، وأصبحت عبء على كاهل المواطن. والمفروض أن تتدخل السلطات الرقابية وتعاقب كل من يرفع السعر، كل من ابتدع هذه الفكرة بسعرين. ما فيش سلعة في العالم تسعر بسعرين، سعر نقدي وسعر دفع آخر، إلا في ليبيا. وهذه يعني أبدعوها أو ابتدعوها تجار الجملة اللي هم مسيطرين على جميع المواد الغذائية والأدوية وغيرها، دون تدخل، والفوضى الموجودة الآن وعدم وجود حكومة قوية، دون تدخل من السلطات الرقابية لتفرض على كل شخص، أي واحد يخالف يسحبوا منه الترخيص، يقفلوا له محله ويعاقبوه، وبالتالي تنتهي هذه المشكلة. يبقى في سعر واحد، أنا عندي كاش ندفع كاش، عندي دفع إلكتروني ندفع دفع إلكتروني. حاولتم أستاذ جمال إنكم توقفوا يعني من يزيد السعر في خدمة الإدفع لي؟ نعم، نحن حاولنا، يعني نحن أنا أود أن أؤكد للمواطنين والمشاهدين بأن المصرف لا يتقاضى أي نسبة إطلاقا من التجار أبدا أبدا، وليس له أي دخل بزيادة الأسعار، هي وسيلة دفع إلكتروني بدلا من النقد. ولكن التجار يتقاضوا في نسبة عالية، وممكن طلعت إشاعات أن المصرف يشارك مع هذا التاجر في النسبة اللي يرفع فيها. هذا غير، نحن نعلن رسميا أن هذا غير صحيح ولا يمكن يصدق. نحن درنا طريقة إلكترونية، طريقة تكلف فينا مبالغ ضخمة ندفع فيها نحن مصروفاتنا، وما نتقاضوش في أي نسبة إطلاق. كذلك استخدمتم البطاقات، يعني في شراء البطاقات الإلكترونية مثلا من النت مثلا ولا الاتصالات، هذه بنفس السعر ما فيهاش أي زيادة؟ نعم، نحن عندنا عملنا حل دفع إلكتروني اللي هو بطاقات لبيانة والمدار والنت اللي هي ليبيا الاتصالات والبريد اللي هو مرحبا والأرضي وكذا. ولعند الآن بعنا حوالي 70 مليون عن طريق الدخول على موقعنا، دون تدخل الكاش ودون تدخل أي نسبة وأي علاوة. كرت الخمسة دينار ينباع بخمسة دينار، كرت العشرة ينباع بعشرة، والمصرف لا يتقاضى أي نسبة إطلاقا من المواطن. طيب الشركات هنا كانت متعاونة،
مع استخدام الخدمة هذه. نعم. مش مشكلة يعني هنا برضو يعود للشركات اللي تعاملت مع المطار. الشركات المدار والبيانة والاتصالات يزودوا فينا بالبطاقات وندفع لهم طبعا نحن ندفع لهم فورا ونبدأ نسوق على المهل يعني. وفعلا متعاونين معنا في هذا المجال وهم مكسبهم ان هم يبيعوا هذه الكروت. طيب استاذ جمال، ليش المصرف ما يشجعش التجار الكبار او تجار الجمله ان هم يشروا حتى هم بطريقه الدفع الالكتروني؟ حاولنا نحن للاسف، نحن ادارتنا العامه بنغازي للاسف انا نسمي فيهم الافيال او التماسيح الكبار موجودين في طرابلس وفي مصراتة، هذه ما تجار المواد الغذائيه والادويه وغيرها، مش في بنغازي. بنغازي فيها محلات صغيرة وتجار صغار كلهم يستوردوا أو يجيبوا في البضائع يجيبوا فيها من طرابلس. حاولنا بقدر الإمكان أن احنا نوصل لهذه الفكرة ما قدرناش، حاولنا نخلوهم يستعملوا طريقة تدفعلي، برضو بدوا يبالغوا في رفع الأسعار. هذه تريد دولة تفرض الدفع الإلكتروني، خلاص الدفع الإلكتروني تلغي حاجة اسمها كاش، وهذه مفروض يديرها المصرف المركزي. للأسف المصرف المركزي لم يبادر بأي طريقة، أنا مصرفي ونعرف الإجراءات لم يبادر. أما المصارف التجارية هي محاولات تعمل فيها وليس لها سلطان ولا قوة ولا قانون. المصرف المركزي يستطيع أن يسحب حتى العملة من تداول ويقول معاش فيه كاش، فيه مقابل ذلك دفع إلكتروني، تعال اشترك وتفضل خذ، والمصارف ما تاخذش منك أي شيء، لا نسبة ولا عمولة ولا أي شيء. ينشر هذا الوعي. التاجر هنا يقول إنه ما يقدرش يشري إلا أو يتحصل على اعتماد إلا إذا كان دفع كاش، فالمصرف ما يعطيش اعتماد إلا إذا كان دفع كاش. لا ألغيت هذه، كانت في الأول أنهم هم طالبين 130% من قيمة الاعتماد تدفع نقدا، وهذه دعملها المصرف المركزي طرابلس للأسف وسببت مشكلة، ثم ألغيت على اعتبار أنها تخصم من الحسابات. هذه سبلة بتاع الكاش، ما عاش فيه سبلة، لكن هي قضية ما عاش فيه اعتمادات يعني. التاجر يلتجئ، وهذه تجرنا إلى الحديث عن الصرف الأجنبي وسعر الدولار واليورو في السوق السوداء وصل إلى 9.5 وإلى 10 دينار. بهذه الأسباب التاجر يلجأ إلى أنه هو يشري من السوق السوداء، لأن المصرف المركزي اللي عند العملة الأجنبية امتنع نهائيا نعطيه، خاصة المنطقة الشرقية لا يعطي تجارنا أي مبلغ، بما فيه هذا المصرف له سنتين لم نمنح دولار واحد. عقوبة ما نشعر يعني حاولنا ما فيش فايدة. وطبعا اللي يملك هذا هو مصرف ليبيا المركزي طرابلس وليس البيضاء. طيب المواطن هنا شن دوره أستاذ جمال؟ يعني شن المفروض المواطن الليبي يتصرف في مثل هذا الوضع الصعب اللي نحط فيه؟ المواطن المفروض يكون واعي ويقدم على الدفع الإلكتروني، ولكن يصر أنه هو ما يخليش التاجر يزيد له السعر، يمتنع عن الشراء. إذا امتنع عن الشراء في أمريكا رفع سعر القهوة في يوم واحد، امتنعوا الأمريكان عن شراء القهوة نزل سعرها. نفس الشيء عندنا، المفروض الدحي ب 13 دينار ولا 14 دينار نمتنع جميعا أن نشريه، حينزل سعره. وهكذا كل السلع الأخرى اللي احنا الزيت الدقيق الطماطم الخضروات زادوها، كل شيء زاد. يبقى المواطن المفروض يكون عنده وعي، حتى مش حنمتنع نهائيا، لان احنا بناكله وبنشربه وبنتحركه، نمتنع نعتصم لمده يومين ثلاثه ما عادش نشري. يكون فيه وعي ويكون فيه، بالاضافه الجهات الرقابيه لابد ان تمارس صلاحياتها وسلطاتها. وين هيئه الرقابه الاداريه؟ وين الحرس البلدي؟ شاطر بس يتحرك على المخابز، والمخابز تحرك المحلات. كثير من الليبيين اللي يبيعوا الان ما عندهمش تراخيص، ما يدفعوش في ضرائب، ما يدفعوش في رسوم بتاع الدوله. بلديه بنغازي ايضا مقصره، المفروض تراقب هذه الامور وتمنع بقوه، تمنع بقوه اي واحد يزيد الاسعار. ليش ترفع فيه السعر؟ اوكي تشتري في السوق السوداء اهلا وسهلا، لكن انا جبت لك وسيله دفع وقيدت لك في المصرف، ليش تزيد علي 30% و40%؟ فتحتاج شوية وعي. مشاهدينا، نحن من خلال استطلاع الرأي ضربناه، حاولنا نحن ناخذ آراء الناس، كلهم يقولوا وين ديوان المحاسبة، وين غرفة التجارة والصناعة، وين مجلس أصحاب الأعمال،
يعني حاولنا أن نحن نركز على هذه المشكلة من جميع الأطراف. فاليوم في غرفة التجارة والصناعة نبي نسأل رئيسها المشكلة هذه لازم ندروا لها حل. مش معقولة أن يجد المواطن بالشكل هذا يشحت في قوت يومه، يعني اليوم مش قادر أنه هو يجيب حتى خبزة وجبنة يشبع بها. أستاذ منعم السعيدي، حضرتك كرئيس غرفة التجارة والصناعة بنغازي، ليش الغرفة ما تقدمش حلول لحل حالة أزمة السيولة اللي نحن نعانوا منها، والفرق بين السعر أو الدفع بالنقدي والدفع بالطرق الإلكترونية وبالسكوك؟ هذه الأزمة اللي تمر بها البلاد ومن بداية سنة 2014 أوبتت ظاهرة فقدان السيولة في الارتفاع في وظهرت للعيان ومست المواطن في سنة 2016 وتفاقمت وزادت حدتها. في 2016 تم تحديد مخصص عام على مستوى ليبيا بالحجم الذي يكون 16 مليار، تم منع 3 مليار. هذه القيمة لا تكفي رغبات السوق. ليبيا دولة ريعية، المصدر الوحيد إليها هو النفط. النفط بارتفاع، وكل يوم نسمع بتقارير بتحسن إنتاج النفط، وما في شيء على الواقع، ولا شيء موجود على الواقع. طيب غرفة التجارة هنا ليش ما تضغط على التجار إن هم يديروا حل بحيث إن هم يقبلوا الدفع يعني بالسكوك أو بالدفع الإلكتروني؟ ليش ما يكونش في حل مشترك يعني عشان ننقذ المواطن من المستنقع؟ البنوك تعرف وتشهد لغرفة التجارة بنغازي بما بذلته معه ووقوف في فترات الأزمات في الأعياد. قامت غرفة التجارة بتوريد وبيع أضاحي بمقابل السكوك وخفضت أسعار. هناك رجال أعمال قاموا بضخ أموال للبنوك لعجز البنوك على تغطية مخصصها. هذا موجود، ولكن التاجر لتوريد السلع التاجر لا يتوقف، لا ينتظر الصديق الكبير ليمنح اعتماد. التاجر وراه التزامات، وراه مخازن، وراه عمال، وراه يعني سلسلة متكاملة. عند توقفها تبدأ الخسارة. التاجر يتعامل مع السوق بما يتحرك مع السوق يوما بيوم. السوق الموازية هو الملجأ الوحيد الآن. البنوك فقدت المصداقية في البنوك للأسف الشديد، ونقولها بكل مرارة، فقدت المصداقية في القطاع المصرفي بالكامل. السبب الرئيسي هو الانقسام السياسي، هذه أحد الأسباب الرئيسية. الثاني انقسام مصرف ليبيا المركزي، السياسة المتعمدة والمشبوهة من السيد الصديق الكبير. طيب الحل هنا في رأيك شنو السبب؟ الحل طالبنا به مرارا وتكرارا، ولإنقاذ الاقتصاد الليبي، إعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتسمية شخصية وطنية محترمة متخصصة مهنية محافظة لمصرف ليبيا المركزي. هذا إذا أرادوا أن ينقذوا البلاد والعباد يتم وبكل جرأة وبكل شجاعة وبكل مصداقية، لأن المواطن يئن، ونحن والله نتأسف على ما نراه أمام البنوك من إهانة ولإذلال للمواطن أمام المصارف. ولكن أنا أبري القطاع المصرفي، لا حول له ولا قوة. التاجر مشارك ولكن وليس بالكم الكبير. الجرم الذي أضر بالمواطن وبالتاجر هي السياسات المتعمدة لدى مصرف ليبيا مركز القرار.
بعد متابعتنا للقائنا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة، كانت خلاصة الكلام أننا يجب أن نقف وقفة جادة من أجل تذليل الصعاب علينا نحن كمواطنين، ويجب على المسؤول سرعة التصرف لإنقاذ الاقتصاد الليبي في أقرب وقت. معنا في هذا الأمر الأستاذ جمعة علي رقاص، مراقب الاقتصاد بنغازي. أهلا بك أستاذ جمعة. أهلا وسهلا بك، وأهلا بكافة المشاهدين قناة الحدث وكافة العاملين بقناة ليبيا الحدث. أستاذ جمعة، يعني بعد مشاهدة لقائنا مع الأستاذ جمال عبد الملك والأستاذ منعم الصعيدي، سواء المصارف وغرفة التجارة والصناعة، نحن حاولنا أن يعني نبين المشكلة وين، بنعرفوا كيف نقدر نحلوها. يعني مش معقولة نحن نشوف المواطن الليبي قاعد تعبان كل يوم، قاعد كل يوم يعني في طابور المصرف. عليش قاعد في طابور المصرف؟ أنا محتاج كاش، لأن دفع إلكتروني في استغلال. فوظيفة الاقتصاد هنا شنو هي وظيفته؟ ليش ما يتدخل لحلحلة هذه الأزمة؟ أولا يبلا طبعا أنها مشاكل، مش مشاكل مصرفية، ليبيا كلها مشاكل سواء اقتصادية سواء سياسية، وإن شاء الله نقول ليبيا حتبدأ واحدة. لكن أنت طبعا من ناحية أن المصرف، طبعا أن الأموال اللي تدخل شهريا للمصرف ما ترجعش للمصرف، صح؟ المواطن ياخذها، ياخذ 200 300 دينار يصرف له حلبين مشكلته. بالنسبه للتاجر اللي ياخذ معاش يرجع للمصرف الملايين، خليهم في جيبه، معاش عنده، ما فيش ثقه بين التاجر والمصرف. كيف ما قال استاذ؟ نعم، ما فيش ثقه. امتى تعاود استقرار البلاد وتجد بلاد وحده وحكومه واحده حتستقر البلاد وحيوجد الوضع الاقتصادي ما كويس؟ لكن بالنسبه لتوفير السيوله مهما كان، يطبعوا في روسيا يطبعوا في بريطانيا، دائما المواطن ولا التاجر ما عندهش ثقه في المصرف لا يمكن يصير حل. به الثقة هذه التاجر ما يقدرش يعني يكتسبها من الهواء، يعني لازم هو بيحط فلوسه المصرف يتوقع انه هو يقدر ياخذها. ويقول لك انا شنو يضمن لي نعدي نحط بكره ناس الجمعة تجيني وتلزمني، هي هذه الضمان. شو تلزمني نحطها الملايين وبكره نجي يقول لي ما عندك شيء؟ وانا حتى الناس ناخذ سواء من السوق الموازي سواء ناخذ حتى كيف ما قال الاستاذ جمال عبد المالك، قال احنا كانوا ياخذوا فيهم منهم كاش، صح؟ في عند الاعتمادات في فترة نتذكر ياخذوا منهم كاش. انا المفروض انا ندافع على المستهلك ما ندافعلكش على التاجر، لكن هذا الظروف الواقع، والشيء ابلى شيء اللي على الوراق شيء والواقع راهو شيء اخر. تصدني هذا الواقع اللي فيه. طيب حضرتك مراقب للاقتصاد في بنغازي، موضوع اسعار كل يوم في الزايد، برضو في محلات في اسعار محلات يعني بسعر معين ومحلات اخرى بسعر اخر، وكذلك في بضاعه تجي باعتمادات يعني يتم ركنها على جانب وتسعر ولكن ما نلقوهاش في المحلات. يعني هل المشاكل هذه الناحيه سبب؟ هنوضح لك طبعا احنا اولا التسعيره من اختصاص الاقتصاد واختصاص وزاره الاقتصاد. بالضبط. ونحن نسعر في وفق القانون التجاري 23 اعطى المبدا المنافسه بين يعطاها في مبدا في ظروف تكون ظروف البلاد تريح. القانون التجاري هذا قانون نزيك جدا يعني، وكان يعني كان في فتره من الفترات نتذكروا الدولار في المصرف سوق الموازي اقل من المصرف، صحيح. قبل 2011 ما كانش حد يدور فيه الاعتمادات، صحيح. الاعتمادات تلقاها ب 40 برا تلقاها ب 30، جينا عمليه طلب وعرض. المصرف ارخص. لا برا ارخص. عمليه أرخص. طلب وعرض كانت، صح. مبدا المنافسه. لكن توا في الظروف الناس التجار استغلوا، تم يحكوا في الدولار، من الدولار من 40 يحكوا فيه ب 10، المليون يحك فيه ب 10 مليون. لكن والمية ألف. لذلك شنو السيد الوزير المشكور السيد منير عصر الدكتور سويد بوشيحة الفترة الأولى أصدروا قرار بتحديد تسعيرة، تو نحن إن شاء الله لنا أسبوع نحدوا في التسعيرة في جميع البضائع اللي جاية عن طريق الميناء بنغازي حنسعروها ونحدوا لهم قنوات شنو؟ توزيع. مثلا المولات، مثلا مرمى المول، مثلا مول الحياه، حنحدوا نحن القنوات التوزيع ونحدوا ان شاء الله اعتبارا عندنا اسبوع بادين فيه. هل عندكم يد اعلاميه مثلا تعلم؟ عندنا مكتب اعلامي وعندنا كل شيء، وطبعا نحن حتى مع اذاعه بنغازي المحليه وعندنا نشره اسبوعيه للسلع مثلا. لكن سوق الموازي مثلا في حاجات ما تقدرش تتحكم فيه، لكن نحن حنتحكموا في قنوات التوزيع ونتحكموا عن طريق، ومشكورين جماعه الجمرك الحق السيد حافظ الشيخ تعاون معنا ودير لنا كتاب. بهذه البضاعه اللي تجي من بنغازي اللي في تجي من طرابلس كيف تتحكموا فيها؟ وهذه من طرابلس ما نقدروش نتحكموا فيها، لكن اغلب من توجيه البضاعه من بنغازي سواء تجي معلبه، تجي سكر، يجي زيت، يجي اي حاجه تجي خاصه بالاعتمادات المستنديه، احنا حنسعروها ونحدوا لها التاجر الواقع النظيف، حنحدوا له قنوات التوزيع ونقول له بيع مثلا في مرمى المول
وندير اعلان للناس ونحدد التسعير، من يخالف نحن ونحول التسعير على الحرس متابعه تتابع الاسعار. طيب كان عندك تعليق يعني في عجاله على كلام الاستاذ جمال عبد الملك رئيس مصرف التجاره والتنميه لما قال ان نوقفوا كل شيء، قلت لي لا ان التاجر اذا كان يعني وقفنا مثلا التجاره التاجر حيلقى طريقه اخرى كانك تذكر سنوات زمان منعوا المحلات وتم ربع اللحم يبقى فيه بالدرقه حنسبب ازمه. انا نسكر المحلات بكره نقول لا ما تبيعش بكره يقدر يبيع فيها بطريقه اخرى ويرتفع شو السعر. انا ما قلت لك واقع، الواقع انا انسان واقعي ماشي انسان خيالي، في فرق بين انسان يقول كان على الورق تو اليوم يمشي لك حتى دبي وردك تو على الورقه، لكن نحن الواقع لكن لو الانسان مثلا يعتصم عن شيء معين وماشي يشريه حينقص السعر، حينقص السعر لكن تو لكن نعدي بكره يضطر حيشرو اخرى وحيعلى حيعلى السعر اخرى. لكن تو مثلا نعدي بكره نركب في مثلا المحلات الخضراء هذه اللي يجيب لي الموز والله يقول لك انا يا سيدي انا حاجه كماليه الموز في الاخير مش ملزم اللي ناكله في الاخير، لكن نحن تو نحن نعالج في البضاعه الاساسيه هي السلع التموينيه مثل السكر والزيت والطماطم والمعلبات اللي جان عن طريق اي سواء محترم لك حتى اعلاف حيوانات اي حاجه تجي حنسعروها كويس حلو بك. يعني صدر قرار رقم 103 صار سيد الوزير ومشكور جدا، ونحن طبعا ونحن يسمعوا فيه التجار يقعد موحد السعر يقعد موحد ومن يراقب في نحن نحولوا للحرس وعندنا جهات تراقب قنوات التوزيع نحن نحدوا مثلا انت جبتي افترضنا والحرس الحرس البلدي هو اللي يراقب التسعير الاسعار. تمام طيب خلونا مشاهدينا نشوفوا هذا اللقاء لان نحن لازم نلجا لدار الافتاء لمعرفه ان الذي يحدث يعني يجب ان التفت له المشايخ والأوقاف لأن غلاء الأسعار وانتشار الفقر هذا له تأثير سلبي حتى على المعاملات بين الناس ويعطي فرصة لضعاف النفوس للاستغلال والاتجار بالملايين والمواطن البسيط مش لاقي الملاليم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك يعني أن هذه الأمور هذه المعاملات حدثت بعد قلة السيولة وغلاء الأسعار وقلة المال، وأمر يعني يبشر أن الناس تسأل عن هذه المسائل الشرعية من حيث الجواز من حيث المنع، فأحيانا الإنسان يتورع أن يدخل على هذه المعاملة حتى يعلم حكمها. فهذه الأمور وهي مثلا البيع كاش بسعر وبصك بسعر أغلى أو أزيد، فالصحيح أنها معاملة جائزة لا بأس بها، ولا تدخل في حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، لأن تمت البيعة على إحدى هذين السعرين، فكل ما حدث قبل أن تشتري هذا مساومة مثلا كم تساوي كذا، ثم خرجت منه وقدش وقد أكملت المعاملة في أحدهما، فقلت أنا أريد أن أشتري هذه السلعة بصك واتفقت على ذلك وهذا صحيح. ولكن هذه نصيحة للتجار، وإن كانت هذه المعاملة جائزة ألا يدفعهم هذا الأمر أن يزيدوا زيادة مبالغ فيها، ولا يرهقوا كاهل المواطن بالزيادة التي تكون ليس فيها ضرر له ولا ضرر على المشتري فهو يقول يتعلل التاجر بأنني أشتري هذه السلعة بثمن مبالغ فيه فأضطر إذا بعتها بصك أن أزيد، لأن الزيادة هذه مقابل ماذا؟ يقول مقابل الوقت ودخولها إلى المصرف، تأخذ وقت لكي تخرج، وإذا دخل المال الآن نعلم يعني أنه إذا دخل إلى الحساب يعني يحتاج إلى وقت وجهد لكي تخرجه، فيقول أنا أزيد هذه الزيادة 40% أو 30%، فهو من حيث يعني الجواز جائز، بخلاف طبعا لو كانت البيع والشراء فيما يقول العلماء من الأصناف الربوية المذكورة في حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإلى آخره، فهذا لابد فيه من التقابض يد بيد، ويدخل فيه ذلك في ذلك هو الأوراق النقدية وبيع العملات، فلابد فيه من التقابض. فإذا بعت مثلا 100 دولار ب 700 دولار لابد أن يشترط فيه التقابض 100
ب 700 او 800 دينار لابد ان يشترط فيه من التقابض. وهل يجوز ان ابيع واشتري بصك؟ الصحيح انه جائز وجوزه كثير من العلماء، وهو ان الصك يحل محل التقابض. الصك الشيك المصدق ويشترط ان يكون مصدقا. لماذا مصدقا؟ لان هذه القيمه وهذا المبلغ الذي في البنك تم حجزه، بخلاف الصك العادي. لكن الصك المصدق الذي انت اشتريت به هذه العملة اصبح محجوزا لمن بعته له ولمن صدقته له. يعني بعموم هذه المعاملات التي ظهرت وكثير ما يسأل عنها الناس كهذه البيعة وادفع لي والصكوك المصدقة، فنقول إن شاء الله وإنها جائز، وصدرت فيها فتوى من اللجنة العليا للإفتاء بجوازها. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر في عهده قالوا يا رسول الله غلى السعر، سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لي مظلم على أحد من دم أو مال. فلم يسعلم، لأن أحيانا يكون فيه ضرر على التاجر. لكن ذكر العلماء أن لولي الأمر أحيانا إذا رأى فحشا في الأسعار مبالغ فيها عليه أن أحيانا يتدخل ويسعر للناس، بحيث بشرطين: أن يكون هذه السلعة التي يريد أن يسعرها هي من حاجات الناس الضرورية كالأغذية واللحوم والأدوية، والشرط الثاني ألا يكون فيه ظلم ولا شطط، فيسعر للناس بحيث أن لا يكون هناك ظلم لا على التاجر ولا يرهق المواطن. ونحن ننصح التجار بأن إذا تبايعوا فيراعوا الناس، ففيه فضل عظيم وهو التجاوز عن الناس. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا يوم القيامة كان يداين الناس في الدنيا، فأتي به يوم القيامة لم يجد له حسنة إلا أنه كان يبايع الناس وكان يتجاوز عنهم، فقال الله له: نحن أحق بذلك منك. فلما كان تجاوز عن الناس في الدنيا تجاوز الله عنه يوم القيامة. يعني يتجاوز عنهم إذا أتى وقد ينقصه شيء أو أراد شيئا وماله لا يكفي فيتجاوز عنه التاجر، فانظر الفضل العظيم أن الله يتجاوز عنه، يقول له نحن أحق بذلك منك، وجزاء من جنس العمل. لما كان هو يتجاوز عن الناس تجاوز الله عنه يوم القيامة. شكرا لزميلنا علي رمضان الذي أجرى هذا اللقاء مع الشيخ. وفعلا الواضح أن هناك فحش واضح في استغلال ظروف المواطنين، وعليه يفضل أن ولي الأمر يتدخل لحل هذه الأزمة حتى لا تكون هناك يعني علة أو سبب للاستغلال. أستاذ جمعة، يعني هذا الموضوع مسبب أرق كبير للمواطنين. هو جائز من ناحية الدين، لكن برضو في ظلم على المواطن. هو قلت لك في ظلم، لكن احنا قلت لك فترة القانون التجاري هو عدى مدى المنافسة، لكن تدخل السيد الوزير قلت لك مشكور ودنا قرار تسعيره وبدينا نسعره وشرح حنحدوا قنوات التوزيع، سواء الصيدليات سواء مثلا الأدوية سواء المواد الغذائية، كلها حنحدوا تسعيرتها ونحدوا لقنوات التوزيع. التاجر الحقيقي حيجي، طبعا احنا حنسعره له، مش حنسعره له بالسعر اللي بيه هو حسب ندروا لها هامش الربح، ونحسبوا الدولار على جنيه مثلا كانوا يورو على حسب 70. ما هو مشروع حسب الاعتماد، على حسب الاعتماد او مش نحسبوا لها ب 10 كمية بيو، صحيح حندروا لها تسعير ونسعروا قنوات التوزيع ونحدوا لها مثلا نقول لها عدي مثلا توزع في مرمله مثلا مول في مول الحياه الصيدليات حنحدوا لها. في مشكله واحده اخرى استاذ جمعه، ان مثلا لما يتم تسعير السلعه يجي تاجر واحد اخر يشريها من التاجر هذا بسعر وبعدين يبيعها بسعر اخر. احنا بنحدوا القنوات، يجي منا يدير تعهد ونحن نقول له تلتزم بالقنوات هذين. ومثلا في سؤال انت ما سالتش لي انا، مثلا تو في بضاعه جايه بس مش من انا، المفروض مثلا من البيضه، لا شركه في البيضه تتفقوا مع مراقب اقتصاد البيضه يحدد لنا قنوات شو التوزيع وندروا له اجراءات ويعدي يبدا يوزعوا وهو يراقبه. طب يعني في رايك استاذ جمعه ان هذا ممكن يساعد على انه هو يخفض السعر شوي؟ وان شاء الله الجمعيه بس حيكون في يعني السلع
سلع دون سلع صح ولا لا؟ اغلب اللي يجي نحكي فيه طبعا تجي مثلا مكرونه يجن يجي تن يجي اللي طبعا يجيبها التاجر طبعا يجينا متفقين مع الجمرك مش حيقدر يدي له يجيب له موافقه تسعيره بالاقتصاد وهم عندهم العلم بالخصوص والتجار اغلبهم تو عندهم علم والموضوع طبعا ان شاء الله ماشي في السياق الصحيح. طيب عندنا مشكله واحده اخرى ان الناس اللي عندهم حساسيه النعمه يعانوا برضه من غلاء اسعار الدقيق مثلا دقيق الذره والاكل المخصص لهم. نعم تعديت طبعا تعديت. عندنا عبر الهاتف والده طفله وهي احد الحالات المتضرره من ارتفاع الاسعار، بنتها مصابه بمرض حساسيه النعمه. اهلا بك استاذة امال. اهلا بك استاذة امال. يعني بكم لقيتي الدقيق اليوم؟ اليوم خذيت 34 34 شنو 34 كيلو للكيلو الواحد. كيلو ب 34 الكيلو الدقيق ب 34 دينار. ما طقش 34 عندنا دقيق الذره. دقيق الذره هذا الشعر اللي هو مسحوب بين الجلوتين اللي هو الفريق. يا ريت تطلعي بس في تغطية احنا ما نسمعوش فيك كويس. هذه النوعية متاع الفريق جلوتين، الدقيق الفريق جلوتين اللي هي اللي عندهم حساسية القمح والسيلياك. اللي عندهم حساسية القمح. القمح. أها. ايوه هذا الدقيق اليوم انا شريته ب 34. من زمان كم؟ 37. من زمان كم كنت تشتري فيه؟ كان بسبعة. سبعة دينار. يعني قبل السنوات الأخيرة علينا كان بسبعة وبلا وكنا نقوله غالي. لأن دقيقنا نحن كان بخمسين قرش. العادي ودقيقهم هم بسبعة جنيه، توا على دقيقنا نحن بجنيهين جنيهين ونص، وصل دقيقهم هم ب 34 و 37. وبالنسبة لهم هذا رغيف الخبز، يعني ما يقدروش ياكلوا الخبزة الأخرى. صحيح. يعني شهريا كم يكلفك أستاذ أمال؟ نعم. شهريا كم يكلفك؟ وهل تجدي يعني السلعة هذه تجديها في المحلات اللي يبيعوا مثلا بالدفع الإلكتروني؟ ولا لازم كاش؟ بالدفع الإلكتروني لما نشري أنا ب 34 كاش، نشري بالدفع الإلكتروني 37. 37 زيادة. ايوه في 3 جنيه زياده. لا يعني في المجمل شهريا كم يكلف؟ انا درتها مره واحده اضطريت يعني لكن اليوم لما لقيتها ب 34 خذيتها كاش، مع ان الكاش محدود جدا عندنا انتوا عارفين. صحيح. يعني شهريا كم يكلفك تقريبا شهريا؟ يديروا لهم هلهم في سندوتشات الصبح كيلو دقيق راهو ما يمسكش اسبوع. ما يمسكش اسبوع. ايوه. يعني تقريبا 200 دينار هذا مجرد للدقيق. باهي هذا دقيق، وبعدين عندهم الحاجات الاخرى، تبي له مكرونه، تبي له بشكوط، اي حاجه فيها قمح هم ممنوعه عليهم، لازم ياخذوا حاجتهم. يعني تقريبا كم في المجمل؟ يعني كانت بتشري لها تمويلها كله دقيق ومكرونه، نحن لنا فتره حولناها البشكوط بصراحه، قعدنا نشرو في الدقيق ونديروا في بشكوطنا في الحوش ونديروا في كيكتنا في الحوش وخلاص. خلاص طبعا ها الواحد بيتاقلم. لكن كانت بتشري لها حاجتها كلها يعني ضروري بس بتخشي في ال 400 جنيه. 400 500 جنيه يعني. أيوة. مونة شخص واحد. ايوه. وبعدين عندك لها التحاليل، عندهم كل شهرين تديري لهم تحاليل بهذيك القيمه والاسعار يعني الغذائية متاعتهم، يعني تكاليف أكثر. هم أطفال امتصاصهم غير العاديين، يعني هذوما مفروض يأخذوا فيتامينات ومفروض يأخذوا فاكهة وخضروات أكثر منا لأن امتصاصهم غيرنا نحن. شكرا لك استاذة امال بزيو والدة طفلة مصابة بمرض حساسية النعمة. طيب بالنسبة للحالات الخاصة هذه اولا هي ان شاء الله لا باس عليها والدة الطفلة ان شاء الله لا باس عليها. هذا مرض مزمن يعني ان شاء الله لا باس على اي واحد مريض داخل ليبيا. ليبيا. نحن بصراحة نقول لك ان الحالات اللي كيف هذه طبعا بالنسبة لنا احنا اللي تو يستورد اغلب التجار يستورد في البضاعه الاساسيه مثلا، لكن زي هذين احنا ما زلناش درنا حل، لكن احنا حندور زي مش هيكون حالات واجده يعني في مثلا في بنغازي ولا في داخل ليبيا. هم دايرين جمعيه خاصه بيهم. ولكن ما جاناش واحد مثلا حكى لنا على الموضوع، ممكن تو تجيني كان في محل ممكن نقدر نقدم له مساعده نشوف كيف. ما عندهاش مشكله تقدر تجيني حتى في المكتب زي. هل في اعتمادات تصرف لي مثلا؟ مش عارف انا ما قلت لك هم اعتقدش ما يجيبوش اعتمادات للنوعيه هذه، اكثر اعتمادات يجيبوا للمواطن. صحيح. يعني هذه كيف ما قلت في حاله يعني كم تكون حاله في كم تكون حاله مثلا في بنغازي مثلا. طيب في الختام استاذ جمعه شنو الحل؟ نحن نبو حل.
الحل قلنا لك نحن هو من قبل قلنا كم اكثر في اذاعه ما كنت نتلاقيش معك من قبل. الحل انه طبعا انت عارف انه ما فيش الموازنه الاستراتيجيه طبعا نحن كالحكومه المؤقته في البيضاء والاعتمادات اكثر في الحكومه الوفاق في طرابلس وهذه الازمه الحقيقيه. نحن حتى المصرف صديق كبير واللي يصرف الاعتمادات صحيح نحن شيخ وضميده حماد وحميد لكن نحن لو كان مثلا الحل في يدينا مثلا نديروا مثلا نعطوا الدوله هي اللي تيجي تستورد في الظروف الراهنه هذه. زمان تذكر انت الفتره اللي كان صح يعني يجد في شركه خاصه هي اللي تستورد ملزمه تستورد وتورد قلنا حاجه كويسه خلاص فيش داعي. تذكر في السنوات السابقه كانوا يجيبوا في السلع المعمره في الثلاجات يجيبوا في الاسماك يجيبوا في الجبن كل حاجه كانت متوفره والقنوات التوزيع هي الحقيقيه هي جميعا يعني المسؤولين في الدوله ضروري انهم يلتفتوا لحال المواطن ان الوضع هذا يعني صعب ان هو يستمر. شكرا لك استاذ جمع الرقاز مراقب بوزاره الاقتصاد في بنغازي وشكرا للمتابعين. وهذه رساله للمسؤولين ان لازم نديروا حل ما ينفعش نخلوا الوضع كما هو عليه لان حينتشر الفساد حتنتشر السرقه حتنتشر جرائم كبيره اذا كان ما حاولناش ان احنا نضع حد لهذه الازمه. شكرا للمتابعه الى اللقاء.